جارتنا مشيت على الكيتو دايت ونزلت 10 كيلو، شو هالسحر هاد؟ شو رأيكم الكيتو دايت سحر؟ تعالوا نشوف. الكيتو دايت يلي نزلت عليه جارتنا 10 كيلو ونزل اخوه لجارنا عليه 15 كيلو، فالناس شايفته سحر. يا جماعة بكل بساطة الكيتو دايت مانو سحر، هو نظام غذائي بيساعد بنزول الوزن، ولكن لازم نعمل فيه عجز بالسعرات الحرارية. بدون عجز بالسعرات الحرارية أو بدون ما أنك تاكل أقل من جسمك محتاج، فما رح ينزل وزنك إذا مشيت على الكيتو ولا البيتو ولا أي نظام غذائي. هاي قاعدة ذهبية بكل الأنظمة الغذائية، لازم يكون في عجز بالسعرات الحرارية. هلا شو الكيتو دايت؟ الكيتو دايت هو نظام غذائي بيخلي الجسم يعتمد على الفات بدلا من الكربوهيدرات كمصدر للطاقة. شو إيجابياته وشو سلبياته؟ إيجابياته بيخليك شبعان لفترة طويلة لأنه اعتمادك على البروتين والفات، هدول الاثنين بطيئين الهضم فأنت بتشبع لفترات أطول. كمان هو بيساعدك بنزول الوزن، وثلاثة من تطبيق هذا النظام ما بيعود تشتهي السكر. في ناس هي مشكلة من المشاكل بيعنوا ان هو بيضل مشتهي السكر جاي عباله الحلو. هلا شو سلبياته؟ اذا انت عندك كوليسترول او انت مريض كوليسترول فهذا ما بيمشي معك لانه اعتمادك العالي على الشحوم، لو كانت شحوم صحية فهي بتضر الكوليسترول اللي بالجسم. اثنين ما بينفع مع الناس اللي هي حابة تبني عضلات، لأنه نسبة البروتين بهذا النظام هي بتكون 20% من سعراتك، وهذا الرقم مو دائما بيكون كافي لأشخاص معينة حابة تبني عضلات، ممكن تحتاج أكثر من هذا الرقم. يعني ممكن 20% تكون 100 جرام بروتين، 100 جرام بروتين ممكن أنا كشخص ممكن أحتاج 190 جرام، فأنه غير كافي. وإذا كان هذا الرقم كافي لألك وحتكون عضلاتك دبلانة ما في كربوهيدرات. كمان السلبيات تبعه انه صعب ما فيك تستمر عليه بشكل طويل. كابتن بتنصح بالكيتو دايت؟ انا شخصيا ما بفضل اي نظام غذائي بيستغني عن اي من عناصر الغذائيه، يعني ما بحب اللي بيكون فيه لو كارب او لو فات او زيرو كارب، انا ما بفضلهم. لازم يكون دائما عندك عناصر غذائيه موجوده وفيك تعمل عجز بالسعرات الحراريه وفيك تنزل وزنك بدون ما تستغني عن احد المصادر. ولكن إذا الكيتو دايت ماشي معك ومناسب لللايف ستايل تبعك أو لنظام حياتك وقدران أنت تستمر عليه، يا جماعة الدايت استمرار، الدايت مو باللحظة، الدايت الفترة الطويلة. ما تفكر أنه زدت 10 كيلو هلأ لأنه عندي مناسبة بعدين وقفت الكيتو فأنا ممكن أني عوضهم. الكيتو دايت من أحد الأنظمة الغذائية الصعبة، صعب الاستمرار عليه. ولكن إذا أنت مو قدران أوجد لحالك نظام غذائي فيه كل العناصر الغذائية وتقدر تستمر عليه. إن شاء الله نكون جاوبنا على كل الأسئلة حول الكيتو دايت. شكرا لكم ونشوفكم بالفيديو الجاي.